مرحبا. وين من جامعة؟ أنا وشينا جينا من جامعة تاج الكفار. من عمان إخوان. بس يفتحوا لنا الشارع مسدود وهذا نصاغ يعني هذا الشارع سايدين مو سايدين هي مزفت هذا لي الاخير بس نسد هذا الوسخ ولا هذا نسد زين البلديه ما كنت طلعت هنا ابد ما جو مره واحده ينظفوا لي الناس وعافونا انا بس لي هاي ساقي وغل شو اسمه ساقي يعني هذا اوساخ هنا ما سبب لكم هو دمرتنا هاي صند الماي ينزل يجي يفوت علينا صيان ماي الشغل شو طالبون والطالب بس ينظفونا اياه بس يشيلون هاي الوقع هذا الساقي يعني مفتوح بس يشيلون هذا يمشي الماء عادي جميع البيوت القريبه يعني حيل تسبب امراض يعني الشارع كله مسدود من وراء هاي الانقاض والاوساخ يعني نطالب بتنظيفه ورفعه يعني معاناه يعني كبيره يعني للجميع زين ما اشتكيتوا ما راجعتوا لا والله والله لا اشتكينا ولا رجعوا على اساس يجون ينظفوها ما حد نظفها اسمها المنطقه الاربكيه اسمها المنطقة؟ اسمها حضبتشية نهاية السايدين ايه يام جامع النعيم نهاية السايدين طالبون فتح الشارع انت؟ ايه والله نطالب على الواي يفتحون هذا الطريق من هنا يفتحون السايدين زين هذا ما يصير هيك والماي ما يسبب لكم امراض؟ ايش ما يسبب امراض؟ والله اطفال يومين ريحة ايه والله ما يصير هيك يا اخوي غير يجون ينظفونها يجي الشفر شيء ينظف ها كلها يشيلونها من هنا ما يصير هيك بلديه جمو نوبه هنا دحقوا هيك قالوا راح نجي ننظف ولي حد الان خش ما جاء هذا ما يصير كله امراض دحق على الصوندات يصير هذا مي وسخ كله يروح على البيت امراض ما يصير هاي الاطفال ما يقدرون يعبرون يغرق واحد يقع يغرق يصير هيك ما يصير لا بلديه جات لا احد جاء راجعنا ما يصير هاي ايش قد صار من تحررنا ما يصير هيك هاي صار 8 اشهر صار من تحررنا ما حد جاء شاف هاي الوساخه شاف هيك ما يصير كل امراض على المنطقه الاولاد ما يقدرون يعبرون يروحون على المدرسه ما يصير ريد البلديه تجي تشوف المعاناه يصير هيك ما يصير